له وأنصتوا في الأثناء وفي الفواصل أيضا لعلكم ترحمون. النبي صلى الله عليه وآله أصيب بوعكة شديدة، فزاره شخص من الأصحاب وقال للنبي صلى الله عليه وآله مضمون كلامه: أنك قد أصبت بمرض شديد أو وعكة شديدة، إنك لشديد المرض. فقال له النبي حتى يعلمنا إحنا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ما منعني ذلك من أن أقرأ 30 سورة من سور القرآن بينها السبع الطوال. الإنسان الأحلى في حالة الصحة ما عاد نخلق نقرأ 11 جزء تقريبا يصير. أن تلاحظوا السبع الطوال تبدأ بسورة البقرة وتنتهي بسورة التوبة على رأي، لأنه الأنفال والتوبة البعض عدوها سورة واحدة لأنه فاصل البسملة مو موجود، التوبة ما تبدأ بالبسملة، فالأنفال هي السورة السابعة بالترتيب يعني، لكن لأنها والتوبة ما هو فاصل بينهم البعض عدها سورة واحدة، فتبدأ بسورة البقرة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأعراف، الأنعام، الأنفال، التوبة السورة الثامنة تصير، لكنها بهذا المقياس السابع 11 جزء تقريبا من القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وآله قال: لكن ذلك ما منعني، هكذا، ما منعني ذلك من أن أقرأ 30 سورة من سور القرآن بينها السبع الطوال. هاي الطول 4-5 ساعات على الأقل، والإنسان موعوك وشديد الوعكة. ليش؟ لأنه ينتظر ويستنطر رحمة الله سبحانه وتعالى لعلكم ترحمون. هنا تساؤل: لماذا قال الله سبحانه وتعالى لعلكم ترحمون؟ إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فإنكم سترحمون مثلا، يعني يمكن واحد يقول كان ينبغي أن يكون هكذا، لأن الله عالم، أنا الجاهل ما أدري في المستقبل شيء يصير، أقول لعله، لكن الله عالم، فلماذا قال لعلكم ترحمون؟ الإجابة على ذلك هذا بيان، لأن الاستماع للقرآن والإنصات له مقتضي للرحمة وليس علة تامة. الإنسان إذا استمع للقرآن وأنصت له، لكن بشرطها وشروطها، إذا توفرت كل تلك الشروط سترحمون حتما، لكن إذا لم تتوفر تلك الشروط لعله يرحم هذا الشخص بلحاظ حال الطرف وليس بلحاظ الله، هذه لعل تعود للعبد وليس للمولى بتعبير آخر. الوالد رحمة الله تعالى عليه كان ينقل: كان هنالك رجل يبدو من الصالحين ملتزم بقراءة القرآن الكريم، تلاوته، تجويده، التدبر فيه. هذا الإنسان بعد فترة وجدوه قد انقلب تماما، يكره قراءة القرآن حتى في شهر رمضان، ما يتحمل حتى يشوف آية من القرآن الكريم. سؤل: ايش ما يضمن؟ هو في جو ديني، كان في إحدى البلاد المقدسة. سؤل: لماذا؟ قال: على أي تقدير، ما عندي رغبة. يوم، يومين، ثلاثة، أصدقائه ألحوا عليه. قال: في الواقع أنا كنت كما تعلمون راغب شديد الرغبة بالقرآن الكريم، أتدبر فيه وطالعه ورتله وجوده، ولكن ذات يوم كنت رايح للحج وأنا حامل معي نسخة من القرآن الكريم، أصطحب القرآن دائما. في الطريق وجدت شخصا يبيع بعض الكتب عند بسطة، يبيع بعض الكتب، وكان في تلك الكتب ديوان يزيد. يزيد كان معروف بأن له بعض الأشعار اللي من الناحية الظاهرية لها نوع من الجمال، وإن كانت كلها ظلاما في ظلام. فيقول: أنا كنت راغب جدا أشوف ديوان يزيد شنو فيه، شنو أشعاره. فيقول: قلت لهذا البائع أبو البسطة أنه كم تبيعني، بكم تبيعني ديوان يزيد؟ يقول: شاف القرآن اللي بيدي، هو رغب في القرآن، قال: بهذا القرآن. قلت له: لا أبدا. أصار قال: ما تريد، ما أعطيك. فأنا عوضت القرآن بديوان يزيد. من تلك اللحظة سلب مني التوفيق تماما، أنا بعد أصلا ما أقدر أقرأ القرآن، ما عندي رغبة، كأنه حاجز أكو بيني وبين القرآن.
أنا كنت أفكر مع نفسي هاي القصة مو قصة ذاك الإنسان، أنا قصتي أنا وأشباهي. عندما القارئ يقرأ القرآن أنا أشرق وأغرب، شنو الفرق؟ ذاك باع القرآن بديوان يزيد، أنا أبيع كلام الله سبحانه وتعالى بحديثي العادي مع هذا الصديق حول السوق أو حول المرض أو حتى حول مسألة فقهية. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا الإنسان استمع للقرآن الكريم وأنصت له حقيقة فإنه سيكون محطة لرحمة الله سبحانه وتعالى. من الشروط في الرحمة الإلهية ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث أم سلمة، والحديث قد يكون متواترا من طرق الفريقين، علي مع القرآن والقرآن مع علي، لا يفترقان حتى يردان علي الحوض. ربما تتمت الرواية هكذا كان نصها، هي مش عدة أشكال مذكورة. علي مع القرآن، شنو مفاد هذا الحديث؟ علي مع القرآن والقرآن مع علي، يعني إذا جردت أبعدت عليا عن القرآن فقد ابتعدت عن القرآن. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وآله دقيق. علي مع القرآن والقرآن مع علي، لا يفترقان حتى يردان علي الحوض. فمن ابتعد عن علي فقد ابتعد عن القرآن قطعا، فلا رحمة إلهية تشمله على الإطلاق. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.